شريف. محمد شريف. ايوه. طيب احنا الجمهور خد حقه منك بالكلام. اتفضل. انت كنت متوقع في اسئله هتبقى صعب؟ لا لا لا. اسئله الجمهور دايما حبيبنا يعني. مش عاوزه كلام. احنا وصلنا الوقت لحاجه، انت لما بتكون قاعد لوحدك او متضايق من حاجه، دي فقره احنا ضفناها جديده يعني. وعاوز تتكلم مع حد. المدام تتفرج على مسلسل، الولاد مشغولين والكلام ده كله. مين اللي بتبقى انت عاوز تكلمه في التليفون وتتكلم معاه وتحكي معاه كل حاجه؟ والله هو زميل مهندس في الشغل، يعني هو راجل متزن واصغر مني سنا، لكن يعني كلامه حكمه، حكمه كويسه. يعني بتحتاجه في بعض المواقف؟ بعض المواقف مواقف يعني احب اتكلم معاه. اسمه ايه بقى؟ اسمه مهندس احمد يوسف. قول الو كده. الو. منور الدنيا يا باشمهندس. اهلا، ازيك يا ابو حميد؟ زي حضرتك، منور والله. الحمد لله. مصطفى، ازيك يا باشمهندس؟ زي حضرتك. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. زي حضرتك. احكي لنا بقى عن الكابتن محمود بقى، انت ايه المواقف وايه الحلول اللي انت كنت بتحلها له؟ والله هو معرفتي بالمهندس محمود ده يعني من اكثر من 20 سنه. 20 ما شاء الله. ويمكن احنا كنا يعني ما بعدناش عن بعض خالص يعني الفتره اللي فاتت دي كلها من ساعه معرفته، وهو شخصيه الواحد يمسك فيها بايده واثنين. انت كنت زميله في الجامعه ولا في الشغل بس؟ لا لا الشغل. انا الشغل قابلت المهندس محمود في الفتره يعني ما بقتش اخرانيه ل 20 سنه دلوقتي. تعرفه بقالك قد ايه بالظبط؟ من 2004. 2004. 2004. قابلنا في الشغل وصارت بينا علاقه يعني ربنا يديمها يعني. ايه الصفات الجميله يا باشمهندس اللي انت لقيتها في كابتن محمود او المهندس محمود؟ والله هو المهندس محمود في صفات كتير جدا، بس اهم ميزه فيه، اهم ميزه انه ما بيشيلش اساءه من اي حد مهما كان حجم الاساءه بالنسبه له. متى مرت الايام خلاص ما بينسى. ما بيشيلش حاجه من حد، دايما بيسامح. مش هقول حتى بيسامح لانه ما بيفتكرش يعني ما بيشيلش حاجه في نفسه من حد. يعني متسامح يعني جدا. مهما كان يعني كان ياما يحكي لي مواقف من الناس وابص الاقيه بعد كده ما يقابلهم كانه مفيش حاجه حصلت. نعم. شخصيه مسامحه جدا جدا جدا، جميله. وفي صفات كتير لو قعدت اقول فيها يعني. قول اللي عندك طلع يا باشمهندس. لا يعني اصل هيبقى اصل هي كلام هيبقى فيه يعني لانواع يعني عشت. انا المهندس محمود من الشخصيات الامينه جدا على جميع المستويات، على المستوى المهني وعلى المستوى كل حاجه يعني. شخصيه تأتمن على سرك، تأتمن على عملك، تأتمن على اي حاجه انت عايز. المهندس محمود ده خجول شويه؟ خجول. لان انا من زمان حتى كنت اضله يا باشمهندس قابل اتحرك روح تعالى. لا ما يتحركش يعني. وانت شغال معاه كان يحب تملي يبقى بيعزل نفسه شويه كده ويقعد لوحده؟ هو يعني هو بي بي بيبعد يعني، انما لو حد قرب ليه هو بيقرب منه يعني. هو النهارده بس انت حد يعني قرب منه، وانما هو عمره ما فرض نفسه او حاول ان هو يروح في حته او يتحرك في حته الا ما هو اماكن اللي هو بيرتاح فيها هو اللي بيروح فيها. عنده خجل ان هو يعني كنت حاجات اقول له يا باشمهندس روح الحته الفلانيه انت مش برضه ما يتحقق ما يروحش، ولا انا احرج مش عارف ايه. فهو شخصيه فيها صفات كتير قوي جميله يعني. اخر مره خرجتوا امتى مع بعض؟ لا احنا على طول مع بعض على طول يعني. احنا ان كان احنا يا اما هو بيجي لي او انا بنتقابل او بنسافر مع بعض او اتقابلتوا مع بعض وتعشيتوا مع بعض لسه من فتره. مين اللي دفع؟ هو لا هو قال لي هو اللي دفع. لا 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 قال المهندس احمد هو اللي دفع. لا لا اخر مره لما كنا في راس البر هو اللي دفع. ما انت بقى على ارضه بقى السمك والسيفود والكلام ده. فلا المهندس محمود يعني عشره طويله وعشره جميله، وربنا يديله الصحه ويبارك له في اولاده وفي احفاده. الصداقه انت تحت مسمى ايه؟ انت بتسميها ايه الصداقه؟ والله الصديق ما يعني هو الواحد بيبقى محتاج حد يفتح صدره معاه، يعني يفضي كل اللي جواه. حتى لما بنتكلم في اي مشاكل سواء على المستوى الشخصي او على مستوى العمل
لما الواحد بيتكلم مع حد بيلاحظ انه بيرتاح. يعني انت لما بتكون متضايق بترفع سماعه التليفون تكلمه على طول؟ اه على طول. انا على طول يعني انا قاعد حاسس ان ناقصني حاجه بتكلم. حتى ما بنقعد نتكلم ممكن نتكلم يعني بنقعد نتكلم وان كان برضه كلام نبقى مكرر، احنا بنقعد نحكي عارف ما انا عارف تفاصيل وهو عارف تفاصيل عن حاجات عندي، فمن بتقعد بترتاح لما بتتكلم. حتى ممكن تتكلم في نفس الموضوع لما الموضوع يضايقك انت فاكره بتتكلم معايا بترتاح يعني، ومش شرط ان يبقى في حلول، بس الكلام في حد ذاته بيريح الشخص. طيب هو قدامك دلوقتي هتقول له ايه؟ عاوز تقول له ايه؟ ايه الرساله انت عاوز توصلها له؟ والله انا دايما بقول له يا باشمهندس محمود ربنا يروق بالك ويديك الصحه ودايما كده يا رب في احسن صحه وفي احسن حال، وشوف دايما اولادك واحفادك في احسن حال وربنا يسترها معانا جميعا يعني. هتقول له يا باشمهندس بقى اكلمه انت بقى. طبعا المهندس احمد زميل من 2004 وبنشتغل في نفس الشركه كنا يعني، والحقيقه يعني دايما تلاقيه اراؤه مستويه كويس يعني. هو من المنصوره اصلا و يعني بتوع الدقهليه ما شاء الله عليهم جيران يا باشمهندس. جيراننا يعني. بيبقى الحل عنده دايما سريع. يعني لما تتزنق في حاجه ابو حميد الموضوع كذا كذا هنعمل ايه، يبتدي بقى يفكر بتقولك سيبني شويه افكر ولا على طول بيقول لا لا على طول ما شاء الله ما شاء الله بتأني كده، وهو اصلا في السوق فعنده الكلام حاضر يعني. انا نسيت اسالك يا باشمهندس انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. وكمان عندي كمان المتعصبين، انا عندي اهلاويه متعصبين، انا اولادي اهلاويه متعصبين ولاده. ربنا يخليهم لك يا رب وتشوفهم في احسن صحه واحسن حال. وبنشكرك على تواجدك معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. متشكر لحضرتك. اهلا يا باشمهندس. شكرا يا احمد. وصلنا لاخر فقره. اتفضل انت مين؟ بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجري.